بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء وبنات طلاب ثانية ثانوي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. إن شاء الله يا شباب نستعرض مع بعض مجموعة من الأفكار في منهج ثانية ثانوي كمراجعة لليلة الامتحان. وبس في البداية كده عاوز أنبه طبعا بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن المراجعة دي للطالب المجتهد المجد اللي طول السنة تعبان وكده، وعاوز يراجع منهاجه كأفكار يستفيد بيها إن شاء الله. أما الطالب اللي هو ناوي يغش وشاغل باله بالكلام ده، فده يعني أرجو إن هو ميكونش له نصيب معانا، وربنا يوفقنا جميعا. وبنرحب بالجميع وبنبدأ على بركة الله بالصفحة الأولى في المراجعة. معانا يا جماعة دلوقتي بقول لك سؤال الوثيقة. القطعة الأولى بتاعتنا بتقول لي بيان سي دو كيمو بوي شوازي سي لو بون غوب. طبعا ده يا حبيبي الغالي معناه اقرأ جيدا هذه الوثيقة ثم اختار الإجابة الصحيحة. القطعة الأولى بقول صالي تولي كوبان، يعني أهلا بجميع الزملاء. أجوردوي يعني اليوم، لو فوندغيدي دي سات مي يعني اليوم يوم الجمعة 17 مايو، سيمون انيفيرسير نوع عيد ميلادي، جو اورغانيز ان فيت دي جيزي شي موا، انا انظم حفلة تنكرية عندي، يعني عندي يعني في بيتي على ميزون. لا فيت كومونس ا 18، الحفلة بتبدأ الساعة 18 يعني الساعة 6 مساء، زي ما انتوا عارفين اللي فوق 12 كله بيكون مساء. اون فا شونتي اي ايكوتي دو لا ميزيك، يعني احنا سوف، ده صيغة مستقبل خد بالك، سوف نغني ونسمع موسيقى. ما مير فا بريباري دو بون جاتو، والدتي ستعد قطع جاتو جميلة. مون بير فا ديكوري لو صالون افيك لي بالون، يعني ابي سوف يزين الصالون بالبلالين، بالون يعني البلالين. مون غران فرير فا بروندر دي فوتو، اخي الكبير سوف ياخذ صور. افيك سون اباري فوتو، بجهاز التصوير الخاص به. اتونسيون انتبه. لا بونيمير اي انديسبونسابل، المزاج العالي مطلوب او غير او لا غنى عنه. كلمة بونيمير يعني لازم تيجي كده ايه مفرفش كويس، ما تعكننش علينا يعني. شاو نادين، طبعا نادين بتكلم الزملاء كلهم، بس خد بالك بتكلم مجموعة من الشباب المذكر والمؤنث، بس طبعا هي كانت كاتبة صيغة الجمع المذكر. بقول لنادين إيني، نادين مولودة. طبعا يا جماعة لو رجعنا القطعة هتلاقي مولودة 17 مايو، وده طبعا بيمثل فصل البغنطون الربيع. نادين أورجانيز لافيت، بتنظم الحفلة، هي طبعا قايلة عندي في بيتي، يبقى الإجابة شيزل اللي هي الأولى. نادين أنفيت، بتدعو، تدعو من الزملاء، يبقى نختار كلمة سيكوبا. سينوات كي فا بروندر دي فوتو، إنه فلان الذي سيأخذ الصور. طبعا الإجابة هتكون لو فغير بمعنى أخوها. القطعة التانية هنا نورا بتكلم فلورين، صالي فلورين، كوم شاك اني جو باس لا فيت دو بريمتو على كومباني شو مي غران بارون، اون فا دون لا فواتير دو مون بير مي ما مير مي ما مير، ولكن والدتي لحظة واحدة يا شباب معايا، ولكن والدتي مي ما مير ني فيان با افيك نو كار إل فا أو كير بور روندر فيزيت أسانسير هبة. المعنى إن كل سنة مثل كل عام، كوم يعني مثل كل عام، أنا بقضي العيد الربيع، كلمة لافيت دو بغنطو على بعضها كده، أنا عيد الربيع اللي هو شم النسيم في الريف عند أجدادي. نحن بنذهب في سيارة أبي ولكن أمي لا تأتي أفيك نو معنا، كار إل فا أو كير، لأنها بتذهب إلى القاهرة لكي تؤدي زيارة أو تعمل زيارة إلى أختها هبة، اللي طبعا بالنسبة لنورة خالتها. على كومباني جو في على ريفيير بور ناجي، جو فوتوغرافي لا ناتير، جو في دي فيلو افيك مي كوزان،
Le temps est agréable, ben dans la fête du printemps, et toi, où tu passes la fête du printemps à plus nora. في الريف أنا بذهب إلى النهر لكي أسبح، أنا بصور الطبيعة وبمارس ركوب الدراجة مع أبناء عمي. الطقس بيكون معتدل خلال عيد الربيع. وأنت بل أنا بتكلم واحدة، أين تقضي عيد الربيع؟ اللي هو طبعا شم النسيم زي ما قلنا. اللي سأل هنا بيقول لي ليك غامبا غدو نوغا أبيت والدي أجداد نورا بيسكنهم. طبعا لو رجعنا لقطع الشروع هنلاقي كلمة على كومباني في الريف، يبقى نختار الرقم رقم ب. نورا فا شي سي غران باغون، بتذهب عند أجدادها. طبعا يا جماعة بتذهب في شهر أفريل زي ما قالت في القطعة. فين القطعة؟ نرجع كده نشوف يلا مع بعض. عيد الربيع يبقى أفريل، لأن ده طبعا معروف إن هو الربيع بيبدأ من 21 مارس زي ما أنت عارف. نورا في دو لا ناتاسيون، بتمارس السباحة. الإجابة طبعا تبقى دون لا ريفيير، في النهر. نوغا ام فوتوغرافيه، بتحب تصور لزاخ بمعنى الأشجار. ننتقل إلى السؤال اللي بعده، قطعة رقم 3. بقول لي هنا جمع بالمغوى جي 14 اون، جي سوي ليسيين، جابيت او كارتي السلام او كير. دون مون كارتي إليا دي بارك، ام بيبليوتيك، ام بيسين، اتين غون دي بلاس. Au centre de la place, il y a quelques arbres et beaucoup de fleurs. Pour aller à mon lycée, je prends mon vélo et je marche sur la piste cyclable. J'aime me promener dans les parcs de mon quartier Salem. Ana ismi Marwa. Basko عندي 14 سنة. بكون طالبة ثانوي. بسكن في حي اسمه السلام في القاهرة. في الحي بتاعي يوجد حدائق ومكتبة وبسين وميدان كبير. في وسط الميدان يوجد بعض الأشجار وكثير من الأزهار. لكي نذهب إلى مدرستي، أنا أخذ الدراجة وبمشي على ممر الدراجات. أحب أتنزه في الحدائق بتاعة الحي بتاع السلام. رقم واحد بقول لي ما هو باغلي دي، بتتكلم عن طبعا الإجابة هتكون سون كارتيي، الحي بتاعها. مغوى فا لكل، بتذهب إلى المدرسة. طبعا هي قالت في دراجة يا شباب، يبقى ناخد كلمة أفيلو. وكارتيي دو مغوى يعني في الحي بتاع مروة اللي هي نقط بلس. هي كانت طبعا قايلة إن في موجود ميدان كبير أهو، يبقى الإجابة إن غون دي بلاس. او سونتر دو لا بلاس، وسط الميدان بيوجد، طبعا كانت قايلة بيوجد أشجار أو عندك في السطر التالت، يبقى الإجابة دي زاغ. القطعة رقم 4، لي سيزون دو لاني، بمعنى فصول السنة. اون اوتون إليا دي فون، لي في تومب إي الفي، إي تلفي موفي. اونيت أ لا ميزون، مي باغو ريغارد لا تيلي. Mes frères et moi, on joue aux jeux vidéo. طبعا هنا بقول في الخريف بيوجد رياح وأوراق الشجر بتسقط والطقس بيكون سيء. احنا بنكون في المنزل، والدي بيشاهدوا التلفزيون، اخواتي وانا بنلعب العاب فيديو. On hiver يعني في الشتاء. Il fait froid, il y a des nuages. الطقس بيكون بارد، بيوجد صعب. Le ciel est gris. السماء بتكون لونها غائم يعني رمادي. il pleut، الدنيا بتمطر. il neige tombe، والجليد يتساقط. on fait un bonhomme de neige، بنعمل انسان من الجليد، يعني بنجيب كرة تلج كده ونصنعها على شكل انسان وكده. au printemps le ciel est bleu، il fait beau، les arbres sont verts، on fait des vélos dans la forêt en été. Il fait chaud, il y a du soleil, on va à la piscine. تعالى نرجع تاني كده من عند الربيع. السماء بتكون زرقاء، الطقس بيكون جميل، الأشجار بتكون خضراء. بنمارس ركوب الدراجات في الغابة. وبعدين بقول في الصيف الطقس بيكون حار، بيوجد شمس، وبنذهب إلى البسين اللي هو حمام السباحة.
لفيتون بالأوراق بتسقط، طبعا الإجابة هتكون أونوتون في الخريف. ليزاغبغ سون فيغ، الأشجار بتكون خضراء، الإجابة طبعا هتكون أو برينتون يعني في الربيع. تلاتة بيقول لي أوني فيغ لو سييل إيه، في الشتاء السماء تكون، طبعا الإجابة هتكون التانية جري. إل بلو إلي إلي نيج طوم بأون، الدنيا بتمطر والجليد بتساقط، طبعا أوني فيغ في الشتاء. تعالى بقى نروح لجزئية المواقف. أنا عاوزك تخلي بالك، إن شاء الله هسيب لك نسخة كده PDF تحت الفيديو ده لو عاوز تحملها وتشوفها، مفيش مشكلة عندنا. مجموعة الأسئلة اللي هي بتيجي في المواقف دايما، اللي هو بداية الموقف ونهاية الموقف، خد بالك. تي دي موند، أنت بتسأل أو تطلب. تون أمي تي دي موند، صديقك بيسألك. تون أمي تي دي موند، زي ما قلنا صديقك أو صديقتك عادي يعني. بعدها تبغي زومت، أنت تقدم شخص آخر. تي تكسيكيز، أنت بتعتذر. تي غيميرسي، أنت بتشكر. تي تنفورم، بتستعلي معنى يعني بتسأل. تي برون كونجي، بتودع حد أو أحد. تي بروبوز، تقترح. تي أنفيت، تدعو. تي أنديك، تحدد. تي دي، تقول. طبعا ده خد بالك، لما تكون دي مع دي، انت بتسأل انت تقول، يبقى كده عاوز سؤال. طيب انت بتسأل هو يقول، يبقى انت كده عاوز اجابة. طب صديقك بيسألك انت تقول، هترد عليه بقى تقول له اجابة. صديقك بيسألك هو يقول، يبقى عاوز سؤاله ايه. صديقك بيسألك هو يقول. طب انت بتقدم، خلاص ده عرفناها بقى، يبقى ده معروف. طب تي تبغي زون، بتقدم نفسك بعد. تي صالي، انت تحيي. تي ديكري، بتصف. تي انفورم، بتخبر. تي لوكاليز، تحدد موقع شيء او مكان. تي امنونس، تعلن او تخبر. تي كونسي، تنصح. تي دون، تعطي. تعال نروح لمفاتيح الاجابه بقى على سؤال المواقف. دي مجموعه من المواقف المجاب عنها واهم افكارها بمعنى صح. شوف كده مع بعض، بيقول لي تي دي كريتون كارت يي تي دي، بمعنى انت بتوصف الحي بتاعك انت تقول. طبعا يا شباب كل دي اجابه صح. ممكن اقول مون كارت يي سيبر، الحي بتاعي بيكون رائع او قلم هادئ او مودرن، بمعنى يعني حديث. اتنين بيقول لي تي دي موند انا ميل اليود لوبيتال، انت بتسال صديق عن موقع المستشفى انت تقول. هقول له طبعا اوسو تروف لوبيتال، اين توجد. وممكن اقول له او اي لوبيتال، اين تكون المستشفى. تي لوكاليز لو سينما انا ميتو دي، بتحدد مكان السينما او موقع السينما لصديق تقول. لو سينما اي ديفون لا بوست، السينما بتكون امام البريد. لو سينما اي بري دو لا غار، بتكون قريبه من المحطه. اربعه بقول تي دي موند انا ميسون دي جيزمو تي دي، بتسأل صديق عن تنكره أنت تقول. كيلي طون دي جزمو على فيت، ما هو تنكرك في الحفلة. ممكن أقول له كمان كومو تي تي دي جيز على فيت، كيف تتنكر في الحفلة. ممكن أقول له كمان طون دي جزمو سيكوا، تنكرك ما هو. كل ده طبعا إجابات صحيحة وكلها تنفع كإجابة لأي موقف. الموقف الخامس بيقول لي تي دي موند انا مي سون دي جزمو ال دي، المعنى بتسأل صديق عن تنكره هو يقول. هيقول طبعا جو سوي دي جيزي اون انفيرميير، انا متنكره في شكل ممرضه. بس خد بالك لو هي هنا مؤنث يبقى لازم الصفه دي تكون مؤنثه، اللي هي دي جيزي. لو مذكر يبقى ده مذكر، تمام. او بيلوت، طيار. او بومبيي، بومبيي بمعنى رجل مطاف. تي دي موند ليتينيغير بوغ الي الا غار ال دي، تسأل او بتطلب يعني خط السير للذهاب الى المحطة القطار هو يقول. سي بغي دو سينما، انه قريب من السينما. او ممكن اقول له بخو لا بريميير اوغي ادغوات، خد اول شارع على اليمين. سبعة بقول لي تي دي موند ليتينيغير بوغ الي الا غار تي دي، تسأل عن خط السير للذهاب إلى المحطة القطار تقول. أو إي لا غار، أو سو تروف لا غار، كومو تالي لا غار، دي طبعا أين المحطة.
أين توجد محطة القطار؟ كيف الذهاب إلى محطة القطار؟ نروح بقى مع بعض على الموقف رقم 9. أول فكرة رقم 9 بقول لي أن كوبان تي دي موند لا بروفيسيون دو تومبير، صديق بيسألك عن مين والدك، هو يقول كيلي لا بروفيسيون دو تومبير كيفي تومبير، بمعنى ما هي مهنة والدك وماذا يعمل والدك. الاتنين صح. ان كوبان تي دي موند لا بروفيسيون دو تومبير تو دي، العكس بقى، يعني صديقك بيسألك عن مهنة والدك انت تقول، هترد عليه بقى تقول له ايه؟ اي مهنة طبعا تنفع من ضمن المهن الي كويزينيي، وبيكون يعني رجل طباخ، والي بومبيي ورجل مطافي. تي دي موند كيسكي لو بومبيي في، ماذا رجل المطافي بيعمل؟ هو يقول الإيتان لزانسوندي بيطفئ الحرائق. 11 بيقول لي أنا ميتي دي موند لانا تيختو تخافاي دو تومبير تو دي، صديقك بيسألك عن طبيعة عمل الأب، أنت تقول مون بير سواني لي مالاد، والدي بيعالج المرضى. الموقف رقم 12 بيقول لي بوغ دي مون دي لا دات دو لا فيت، لكي تسأل عن تاريخ الحفلة، يوم دي يعني نقول، طبعا هقول له طافيت ايكو، اهم حاجة بقى كلمة متى، لان ده اللي في الموضوع كله. الموقف رقم 13 بيقول لي بوغ دير لا دات دو لا فيت، بمعنى لكي تخبر عن تاريخ الحفلة، اون دي يعني يقال، اي تاريخ ينفع، اقول لها فيت اي سامدي 4 ماي، الحفلة بتكون يوم السبت 4 مايو. 14 بيقول لي بوغ دي مون دي لليو دو لا فيت، لكي تسأل عن مكان الحفلة، اون دي يعني يقال كيلي طون او فوتغ ادغيس، ما هو عنوانك او تي ابيت او، انت بتسكن فين. وطبعا ممكن اقول له اين تكون الحفلة زي ما احنا قلنا قبل كده. 15 هطلع من الصفحة بس شوية كده، ايوه بقول لي بوغ دي مون دي لا باسيون، لكي تسأل عن الهواية، وندي يعني يقال كيلي تا باسيون. 16 بقول لي بوغ دي لا باسيون، عشان تخبر عن الهواية بقى يقال اي حاجة بتحبها، جيم لو سبور بحب الرياضة، او جيم لا لكتير بحب القراءة. 17 بقول لي بوغ بوغون داغ لو تغان، عشان ناخذ القطار اون فا بنذهب، طبعا الاجابة على جاغ الى محطة القطار. 18 بقول لي اون فا على بيبليوتيك بوغ، بنذهب للمكتبة لكي ليغ دي غومان، بنقرأ روايات. كي في طون دون لا بيسين، ماذا نعمل في البسين؟ طبعا الإجابة أون في دو لا ناتاسيون، أو ناجي على طول، بنمارس السباحة أو بنسبح. 20 بقول لي أون فا أو بارك داتراكس يو بوغ، بنذهب إلى دي كده على بعضها معناها الملاهي. ليه بقى بنروح الملاهي؟ طبعا هنا الإجابة بوغون داغلو تخان دو مين، عشان نركب قطار الظلام، او طبعا ده كلها العاب في الملاهي، او لي باتو بيغات اللي بيسموها هناك سفينة القراصنة، او لي توبوغان اللي هي معناها الزحليقة. طيب رقم 21 بيقول لك تيم فوغ لي مونيمو تي فاو، انت بتحب ترى الاثار، انت تذهب الى، طبعا عندنا كلمة ميزي المتحف. 22 بيقول لي تي دي موند انا ميلو جوغ، تسأل صديق عن اليوم، تيدي أنا تقول، طبعا هقول له يا جماعة كيل جوغ صمنو، أي يوم نحن نكون، كده سألت عن اليوم. 23 بقول لي تيدي موند أنا ميلو جوغ إل دي، بتسأل صديق عن اليوم، إل دي يعني هو يقول نصم لجودي، يعني معناه احنا بنكون يوم الخميس، دي الإجابة أو أي يوم طبعا. 24 بقول لي تي دي موند انا مي لا دات اوجوردي، تسأل صديق عن تاريخ اليوم، تاريخ اليوم انت تقول، طبعا اجابة واحدة فقط كلي لا دات اوجوردي، ما هو تاريخ اليوم. تي دي موند انا مي لا دات اوجوردي ال دي، تسأل صديق عن تاريخ اليوم، هو يقول نو سوم لو 15 جانفي 2019، يعني احنا بنكون يوم 15/1/2019. النقطة رقم 26 تي دي موند انا ميلو موا ك
كي اوني. تسأل صديق عن الشهر اللي احنا بنكون فيه، كي يعني الذي، اوني يعني نكون. انت تقول بقى اون كيل موا نو صوم او صومنو، في اي شهر نحن نكون او نكون نحن. 27 بيقول لي تي دي موند انا مي سون ادريس. سألت صديق عن عنواني، انت تقول و ابيتي اين تسكن. 28 بيقول لي تي دي موند انا مي سون ادريس. تسأل الصديق عن عنوانه ويقول جابيت او تغوا اريد لا بوست، يعني ساكن في تحت شارع البريد. الفكرة رقم 29 بقول لي بوغ سام فورمي دو ليتا دي تون، لكي تخبر عن حالة المناخ. وعندنا كمان لو كليما يعني المناخ برضو، عندي يعني يقال كيل تون في تيل، كيل تون في تيل. 30 بقول لي بوغ دي كريغ لو تون كيل في، لكي تصف الطقس ماذا يعمل. عندي يعني يقال الفيبو طقس جميل او شو حار او موفي سيء او موفي غير معتدل. 31 بقول لي انا ميتي دي موند، صديق بيسالك كيل طون ال في اونيفير، طقس عامل ايه في الشتاء. طبعا هقول له اي حاجه من حاجات الطقس ال في فغوا. 33 يا شباب بقول لي بوغ دي موندي لا سيزون بريفيري، عشان تسال عن الفصل المفضل. اوندي يعني يقال كيل سيزون ام تي، يعني اي فصل تحب. انا ميتي دي موند، 34 طبعا انا ميتي دي موند، صديق بيسالك دو تا سيزون بريفيري تي دي، بيسالك عن فصلك المفضل. انت بقى تقول له جيم اي حاجه تعجبك بقى، لو برينتون ليفير لوتون ليتي، ربيع شتاء خريف صيف. ننتقل للصورة رقم 35، بقول لي هنا تي دي موند ان توريست سا ناسوناليتي، تسأل سائح عن جنسيته، تقول كلي تا ناسوناليتي. 36 بقول لك تي دي موند ان توريست سا ناسوناليتي ال دي، تسأل سائح عن جنسيته، هو يقول ما ناسوناليتي ايطاليين، جنسيتي بتكون ايطالية. وممكن يقول جسوي ايطاليان، انا بكون ايطالي. 37 بقول تي دي موند ان توريست سا لانغ، تسأل سائح عن لغتي، تقول كي لانغ باغلتي، اي لغة تتكلم. 38 بقول تي دي موند ان توريست سا لانغ ال دي، تسأل سائح عن لغتي، هو يقول جو باغل فرونسي، انا بتكلم اللغة الفرنسية. 39 بقول لي تي دي موند اطونا مي لا كابيتال دو لا روسي، تسأل صديق عن عاصمة روسيا. طبعا مش كل العواصم بتجيلك، انما الحاجات المشهورة. يعني انت تقول كيلي لا كابيتال دو لا روسي، ما هي عاصمة روسيا. 40 بقول لي تي دي موند اطونا مي لا كابيتال دو لا فرانس ال دي، المعنى بتسأل صديق عن عاصمة فرنسا، هو يقول أو له طبعا سي باغي يعني باريس، أو باغي إلى كابيتال دو لا فرانس، باريس عاصمة فرنسا. 41 بيقول لي إن بيغسون تي دي موند تومبيي، شخص بيسألك عن بلدك، هو يقول كلي تومبيي، طبعا اللي واحدة فقط يا شباب نخلي بالنا، ما هي بلدك. 42 بيقول لي إن بيغسون تي دي موند تومبيي، شخص بيسألك عن بلدك، أنت تقول مون بيي إلي جيبت، بلدي بتكون مصر. 43 بيقول لي لا فرانس يطون بيي كي ستروف اون، فرنسا بتكون دولة التي توجد في، طبعا هقول اون اوروب يعني في اوروبا. 44 بيقول لي كيل زي لي مو دو لا ناتير تيم، اي عناصر الطبيعة انت تحب. انت تقول حاوله طبعا جادور لي مونطاني، بعشق الجبال، او اي حاجه من عناصر الطبيعه زي الماء البحر كده. 45 يا شباب كيل زي لي مو دو لا ناتير دو، المفروض طبعا هنا دو لا ناتير تينم با، اي عناصر الطبيعه انت لا تحب. انت تقول جو ديتيست لي فولكان، بكره البراكين. كيسكو تي فا فير لو ويكند،
أو لي فاكونس، ماذا يعني ستعمل في نهاية الأسبوع أو في الأجازة؟ أقول له جو في فيغ دي سبور، حمارس رياضة، أو جو في زالي على كومباني، سأذهب إلى الريف. النقطة رقم 47، كيسكو أون في على مير، ماذا نعمل في البحر؟ طبعا هقول له جو في دو لا ناطاسيون، بمارس السباحة. تي ديموند أ تون أمي سي بروجي تو دي، تسأل صديق عن مشروعاتي، تقول كيل سون تي بروجي أو فيتير، ما هي مشروعاتك للمستقبل؟ 49 بقول تي باغل دو تي بروجي أون ويكاند تي دي، تتكلم عن مشروعاتك لنهاية الأسبوع، تقول طبعا بصيغة المستقبل هقول له جوفين اوجي دور لابيسين، يعني سأسبح في النهر. الموقف رقم 50، كيل سون تي زاكتيفيتي بندور لا سواغي تودي، بمعنى ما هي أنشطتك للليل أو السهرة؟ تقول جولي دو رومان، بقرا روايات، أو جو ريغارد لا تلفزيون، بشاهد التلفزيون. تعال بقى نشوف رقم 51، نقول لي سي لانيفيرسير دو تون امي، انه عيد ميلاد صديقك، تقول اقول له بون انيفيرسير، عيد ميلاد سعيد. بوغ دي مونديلير اون دي، عشان تسأل عن الساعة يقال الي كيلير، الساعة كام. بوغ دي موندي لو دوموسيل اون دي، عشان نسأل عن السكن أو المسكن يقال أو أبيتي أو أو إي تاميزون، أين تسكن أو أين يكون منزلك. 54 بقول له فارماسيان كيسكي الفي، الصيدلي ماذا يعمل. أو لو فيتينيغير، كلمة فيتيرينير، كلمة فيتيرينير ده اللي هو البيطري، كيفيتيل ماذا يعمل. أو الكويزينيي يتم بيرسون كي، طباخ والشخص الذي. على الترتيب بقى كده، الفارماسيان الصيدلي، البريبار لي ميديكامون، الفيترينير البيطري، التغافاي افيك لي زانيمو معالج الحيوانات، الطباخ بريبار دو بون بلا، معناه طبعا بيعد الاطباق والاطباق الجيدة يعني. 55 بقول لي انا ميتي دي موند دو لا دات، تي دي موند لا دات دو تاني سونس ال دي، صديق سالك عن تاريخ ميلادك، هو يقول كونت يني متى انتولد. لا بيست سيكلاب لكيسكو سي، ممر الدراجات ما هو، طبعا ده 60 فوت بوغ لي فيلو، طريق للدراجات. لا كوكسينيل كيسكو سي تي دي، طبعا دي معناها الدعسوقة، ما هي؟ تقول سيتين انسكت، انا انسكت طبعا اخيرا المفروض حرف الاي، انها حشرة. تي دي موند ا انامي لو ليو دو لا باغي فوتو، المعنى طبعا بتسأل صديق عن مكان جهاز التصوير، هو يقول اي مكان يعجبك، مثلا اخترت كلمة الي سيغ لا طابل، هو بيكون فوق الترابيزة او المنضدة. 59 بقول تي دي موند ا تونامي سا كوليغ بريفيغي، بمعنى بتسأل صديق عن لوني المفضل، تقول كيل كوليغ امتي، اي لون تحب، او جيم لو بحب كذا. وانت تي بارل ا تون امي دو تا كوليغ بريفيري، تتكلم مع صديق عن لونك المفضل، انت تقول جيم لو فير، جادور لو بلو، جو بريفير لو غري، حب اللون الاخضر، بعشق اللون الازرق، وفضل اللون الرمادي. كده يا شباب قلنا 60 فكرة في المواقف، تعالوا ناخد بقى جزئية القواعد. الزي بي اي تسأل الامتحان في القواعد، ممكن مثلا يختبرنا على أيام الأسبوع، فلازم تاخد بالك من النقاط دي، إن أيام الأسبوع كلها مذكر ولا تسبق بها حرف جر، زي لوسام دي جوفي والسينما. خد بالك كمان إن شهور السنة تبدأ بحرف الجر أون، تسبق بأون، أو التعبير أون واضي في شهر. فممكن أقول نوصوم أون أو أون موا دي جونفيي، نعلم بنكون في شهر يناير أو في شهر يناير كده. عند كتابة التاريخ كاملا يسبق بأداة المعرفة لو، نوصوم
لو 10 سبتمبر 2007، نحن بنكون يوم 10 سبتمبر 2017. تسبق المادة 7 حرف الجر أو بعد فعل إتخ للتعبير عن المستوى الدراسي. أقول مثلا Je suis excellent، أنا بكون ممتاز، أو فوق قوي، أو moyen متوسط، أو passable بمعنى مقبول، faible ضعيف، أنمت في الرياضيات مثلا. لا تسبق المواد بحروف جر بعد فعل بغي في غي يفضل وفعل إيمي يحب، بل تسبق بذات معرفة. ناخد بالك، في إتخ يبقى أون، في يحب ويقرأ ويعشق وكده يبقى ذات معرفة زي المثال ده كده. جو ديتست لمات، بكره الرياضيات. نشوف بقى كده فترات اليوم والساعات. فترات اليوم اللي هي كلمة لو ماتان لو سواغ، صباحا مساء، دول بتسبق بذات معرفة اليوم. لو ماتان جو في أو ليسي. أما وقت الظهر منتصف الليل فبيسبق بالآ، آ ميدي آ مينوي، جو في أو ليسي آ ميدي. ساعات بتسبق بحرف الجر أو بمعنى في تمام، جو سوغ دو ما ميزون أ ساتيغ دي ماتان، بخرج من منزلي الساعة 7 صباحا. حروف الجر يقول لك لا تخلط بين حرف الجر دوم بيأتي بعده اسم مكان مسبوق بأداة، وحرف الجر أم بيأتي بعده اسم مكان لكن غير مسبوق بأدوات خالص، محددات عموما. جي جو دون لا صال، أنا بلعب في الصالة، طبعا دوم وراها أداة. ماما إي أون كويزين، أون كويزين ما فيش أي حاجة قدامها هوت، ما فيش أدوات، خد بالك. شبابنا الأفاضل تعال نشوف بقى حروف الجر. بقول لك دايما حرف الجر بغي دي قريب من، لوان دي بعيد عن، اكوتي دي بجوار، ادغوات دي يعني على يمين، اجوش دي على يسار، وسنتخ دي في وسط، اون فاس دي امام. كل ده يا شباب حروف جر بتيجي في وسط الجملة وبتاخد بعدها كلها دوهات، طبعا الدوهات بتضغم على حسب ما بعدها. شوف الأمثلة دي كده، لا بوست اي اكوتي دو ليسي، البريد بيكون بجوار المدرسة الثانوية. طب دي مذكر، طب لو مؤنث، دي لا زي باتن واخ كده اللي هي معناها صالة تزلج، دي لو بيطل، دي بيغامض جمع. مثال تاني، لو انت بقى حطيت محددات هنا ما نحطش غير دي سبت، لا بوست اي اكوتي دو سي لو سي، البريد بيكون بجوار هذه المدرسة. شوف هنا السي موجودة يبقى دي سبت على طول هنا. هنا بقى بطل، ادغوات اجوش، على اليمين على اليسار، دول الاتنين بيجوا في اخر الجمل. يقول لي مثلا بغين لا بريميير ري ادغوات، خد أول شارع على اليمين. خد بالك بقى معايا كمان، عندنا حرف الجر صيغ بمعنى على، سو بمعنى تحت، ديغيير خلف، ديفون أمام، في وسط الجملة بيأتي بعده أداة، دول بيجوا في وسط الجملة، فوق تحت خلف أمام، وبيجي بعدهم أدوات. أقول لي كل ديغيير لا بوست، مدرسة بتكون خلف البريد. لي بيتون سون سيغ لا بلاس، المشاة بيكونوا فوق الميدان. أما حرف الجر أونتخ بيجي في وسط الجملة، بيجي بعدها شيئين أو اسم جمع، لا بونك إي أونتخ لو ميزي لو باخ، البنك بيكون بين المتحف والحديقة العامة. فعل يذهب يا شباب وفعل يمر مع حرف الجر، إذا كان فعل يذهب بعده مكان بياخد الأو والأو كده زي ده كده، جوفي وباخ. طب إذا جه بعد فعل لي عاقل ياخد حرف الجر شي عنده، هقول جوفي شي مون أونكل، بذهب عند عمي أو عند خالي. طب فعل بسيء بمعنى يمر، إذا جه بعده مكان بياخد باغ، هقول جو باس باغ لا بوست بوغ ألي أستاذ، يعني بمر على البريد لكي أذهب إلى الإستاد.
طب إذا جه بعده عاقل بياخد حرف الجر شيء برضه، بمعنى عند. جو باس شي لو ميدسان عند الطبيب. التعبير اتغ دي جيزي يكون متنكر اون في، بيجي بعده اسم مهنة والمهنة هنا تصبح بحرف الجر اون. إلي دي جيزي اون بيلوت، هو بيكون متنكر في شكل طيار. الجزء اللي بعد كده يا شباب أو الفكرة اللي بعد كده، تسبق صفات الملكية ما وطا وصا، تستبدل عفوا صفات الملكية ما وطا وصا بصون وطون ومر أمام اسم مفرد مؤنث مبدوء بمتحرك. زي واحد مثلا بيقول لك صون دي إيبون، فكرتها بتكون جميلة. أدوات النكرة أن إن دي، وأدوات التجزئة دي دولا دي إلا أبوستروف دي جمع، كل ده بيقلب إلى دي ثابتة أو دي أبوستروف عند النفي ما عدا مع إتر طبعا زي ما أنت عارف. نو جيني با، شوف الأفوار منفى بنو با يبقى دي ثابتة، أمي ليس عندي أصدقاء، سيني با أمي تسا هو ليس طبيب. شوف الأداة موجودة، إن فعل إتغي هو فعل الجملة. وسائل المواصلات، طبعا انت عارف ان وسائل المواصلات يا اما بتصبغ بحرف الجر اون من غير اداة زي ده كده، يا اما باغ وبتاخد اداة ما عدا طبعا كلمة افيو مركب وكلمة باطو يعني باخرة. افيو طائرة وباطو يعني مركب او باخرة. تعال نشوف امثلة كده بواحدة بواحدة كده. جوفي اوليسي اومفيس، انا بذهب الى المدرسة في اوتوبيس. الأوتوبيس طبعا وسيلة من غير أداة فبتاخد الأم من غير أداة، يعني قصدي يا جماعة وسيلة مغطاة بتصبح بحرف الجر أم. المثال الثاني جوفيو كلوب باغلوبيس، أنا بذهب إلى النادي بالأوتوبيس أو بواسطة يعني. هنا طبعا بنحط أداة مع كلمة أوتوبيس أو أي حاجة هنا جاية كوسائل ما عدا كلمة طائرة وكلمة باطو يعني مركب، الاتنين دول بياخدوا باغ من غير أداة على طول. Je vais au stade à pied, à vélo, à moto. أنا بذهب إلى الاستاد. الوسائل بقى المكشوفة يا شباب، يعني اللي بنركب عليها كده، ومنهم القدم والدراجة والموتوسيكل، دولت بياخدوا الأ على طول ثابتة. Il prend le bus pour aller au stade. هو بياخذ الأتوبيس لكي يذهب إلى الاستاد. الأعداد الترتيبية بقول لك نحصل عليها بعد إضافة إيم، وتعامل معاملة المذكر المؤنث، يعني هما أي حاجة فيها المقطع إيام في الآخر مؤنث مذكر فيما عدا كلمة لوبغمييه. لابغمييه الأول والأولى، ولودغنييه لادغنييه الأخير والأخير، دول اللي هم شكلين مذكر مؤنث. فلما يكون وراء كلمة مذكر نختار بغمييه، مؤنث نختار بغمييه أو العكس مع كلمة دغنييه دغنييه. بغني لابغمييه هي أدغوات، بمعنى خد أول شارع على اليمين. ودوزيام في، في الإشارة الثانية تغني أو تغنى أدغوات لف يمين. نظبطون ودوزيام إيطاج، نحن بنسكن في الدور الثاني. بيير إلو تغوازيام أون كلاس، يعني بيير بيكون الثالث في الكلاس. نروح بقى يا جماعة كده لصيغة الأمر. عشان تكون فعل في الأمر باختصار طبعا بقول لك الجملة الأمرية بتبدأ بفعل لأن الفاعل محذوف. الجملة اللي بتبدأ باسم مفرد وبعديه فاصلة، أو الجملة اللي فيها كلمة طون طا تي، أو الجملة الأخيرة سيل تبلي من فضلك يا أنت، بنختار الفعل اللي متصرف مع تي طبعا متشال منه الاسم. أما الجملة اللي بتبدأ باسم جمع أو في كلمة مادام أو في كلمة مسيو أو فا فوتغي فو الاتنين دول، أو الجملة الأخيرة سيل فو بلي، بيبقى نختار هنا أمر مع الفو يعني في آخره إزد. زي دي كده مثلا مي كوبان يعني يا زملائي، نقط دولا ميزون طبعا هنا زملائي جامع اختار كلمة أمتغي ادخلوا المنزل. مادام نقط فوتغي ساك طبعا عايز أقول لها خذي حضرتك يبقى بغني. سيل تو بلي طبعا دي بصيغة أنت يبقى برون تي ليفغ خذ كتابك.
صاغ طغن أجوش لفي ناحية اليسار. تأنيث المهن، تؤنث المهن بإضافة حرف الـ إيه إلى آخره، زي طبعا مع تغيير الأداة، زي كلمة أنا أفوكا محامي تبقى أنا أفوكات محامية. في مهن بتعامل معاملة المذكر المؤنث مع تغيير الأداة فقط، زي كلمة أن بانتغ رسام، أن بيلوت طيار، أن فوتوغراف مصور، أن جورناليست صحفي، أن بيبليوتيكير أمين مكتبة، أن فيترينير طبيب بيطري. كل ده بغير الأداة فقط، خلاها مؤنثة يعني. في مهن بتنفع لأي جملة بقى، أن ميدسان طبيب، أو أن بومبيي أن رجل مصرف، زي مون بيغ إي بيلوت والدي بيكون طيار، سات فام إي ميدسان هذه المرة بتكون طبيبة، مي كوزان سو بومبيي هؤلاء بنات العم بتكون رجال شغالين في المصافي. تعالى بقى نتعلم ازاي نعبر عن الأنشطة. بقول لك فعل، عندنا فعل اسمه يفعل أو يمارس، اسمه فعل فيغ يعمل أو يمارس. بناخد بعده يا جماعة الدهات بقى، جو في دي ديسان بمارس الرسم، تي في دي لاناتاسيون بتمارس السباحة، الفي دي ليكيتاسيون وبمارس الفروسية، الفون دي فوتو هم بمارسوا صور يعني بيلتقطوا الصور. وعند النفي تحول الأدوات مع فعل يمارس إلى دي ثابتة، يعني كل ده كده يحول. توم نيفي با دو باسكت، يعني مش بيلعب باسكت يعني، أو دي ثابتة. نروح بقى على فصول السنة. بقول لك يا سيدي فصول السنة كلها مذكر، تسبق بحرف الجر أم بمعنى في، ما عدا الربيع طبعا بيسبق بحرف الجر أو. نوصوم أونيتي أونيفير أونوتون أو برينتون، نحن بنكون في الصيف في الشتاء في الخريف في الربيع. بقول لك شهر 1 و2 و3 شتاء، 4 و5 و6 ربيع، 7 و8 و9 صيف، 10 11 12 دول بيكونوا خريف. أو طبعا بنرجع للسعة للناس اللي عارفة يعني السعة، وبنرتب الفصول مع أرقام الساعات. تعبيرات الطقس، طبعا عندنا من ضمن التعبيرات الفي، ودي بيجي بعدها صفة مذكر زي الفي شو أو الفي فغوا. لو طون اي طقس يكون، عندنا كلمة موديغي وعندنا كلمة موفي معتدل أو سيء. لو سييل اي السماء تكون بلو أو غري زرقاء أو رمادي. إليا يوجد، وده طبعا زي ما انتم عارفين بيجي بعدها دهات مع المذكر مثلا زي الشمس كده دي سولي، او مع الجمع زي كلمة دي بغيم يعني ضباب. النيابة لا يوجد، دي سولي شمس او دي بغيم ضباب. فعل بليفوار تمطر، البلو الدنيا تمطر. فعل نيجي بمعنى تمطر جليد، وده بيتصرف مع الاول النيج. طيب عاوزين نشوف بقى حروف الجر مع الدول يا نجم النجوم. أو أي دولة مؤنثة بتبدأ بحرف ساكن أو متحرك أو قارة بتسبق بحرف الجر أم بمعنى إلى أو في، زي أون إيجيبت، أون أنجلتير، أون أفريقا، أون إيطالي، أون بلجيك، أون آزي، أون فرانس، أون إسبانيا، أون أوروبا، أون إيراك، أون إيران، أون ألمانيا، أون ألمانيا. جميع الدول التي تنتهي بحرف الإيه مؤنثة ما عدا، كل الدول اللي فيها حرف الإيه دي مؤنثة ما عدا دول بس. أول واحدة أو كامبوج اللي هي كمبوديا، أو زيمبابوي زيمبابوي، أو مكسيك ماشي كده، أو موزمبيق. كل دول يا جماعة مذكر وفيهم حرف الإيه بتاع التأنيث، لكن دي بتعامل كمذكر. اي دولة مذكر بتسبق بحرف الجر او بمعنى الى او في، او السودان، او برتغال، او برازيل، او لوكسمبورغ، او دنمارك، او ماروك، او سعودية، او جامو. تمام، اي دولة جامع بتسبق بحرف الجر او بالاكس يعني كده بمعنى فيها او الى،
زي كلمة أوزمتية، وزي دولة كلمة أوزي طائني بمعنى الولايات المتحدة، وإماغات الإمارات معروفة طبعا، وبيبا اللي هي هولندا. طب المدن والجزر يا نجم وتسبق بالقابس ما عدا وكاغ وفيوم وسيناي، القاهرة فيوم سينا دول بياخدوا أو. تقول لي يعني باغي تاخد الآ، مالط شبر اللي هي جزيرة قبرص، وغوم مدينة روما، زقازيق اللي هي المدينة بتاع زقازيق، مونتا لندن، ليموج كان، كل اللي انت شايفه ده كده بيعمل بياخد الآ. بقول لك مع فعل يرحل وفعل يزور مع الدول القارات والمدن. جو بار بوغ باغي، برحل يعني اتجاه باريس. ندى ام او فيزيت او اضاف، بتحب بتزور بتعشق لوكير القاهرة. اخر صفحة، حروف الجر مع الدول والقارات والمدن مع فعل فينيغ دي، الفعل ده شباب بمعنى يأتي من، طبعا انت عارف فينير بيبقى مصرف وبعد حرف الجر دي، على حسب بقى اللي بعده، اذا كان بعد اسم مدينة وده لو مناسب ياخد الدي ثابتة، علي فيان دو باغي او دو فرانس، اذا كان بعده اسم مكان مفرد مؤنث بس مش دول ولا مدن يعني، دولا علي فيان دو لا بوست بيجي من البريد. اذا كان في بعديه حرف كلمة بدأ بحرف متحرك بتاخد دي ال ابوستروف، زي علي فيان دو ليكول بيأتي من المدرسة، دي مذكر بقى حط مدينة ودولة مذكرة. الي فيان دي كير بيأتي من القاهرة، او دي برازيل او دي بارك، دي بقى للجامع كله سواء مكان او دولة. الي فيان دي زيوطايني او دي بيغامت، جاي من الولايات المتحدة ده دولة هي، أو الأهرامات ده مكان جمع. لما تكون بقى دولة مبدأ بحرف متحرك أو مدينة دي أبوستروف. ألي فيان دو إيطالي، جاي من إيطاليا. بقول لك صفات الجنسية، تؤنث بإضافة حرف الإي في الآخر زي كلمة فرانسي فرانسيز. صفات الجنسية بقى اللي فيها حرف الإي تبقى كما هي عند التأنيث زي كلمة بلج سويس اوريس بلجيكا سويسري روسي من روسيا. صفة الجنسية التي تأتي دائما مؤنث حتى لو كان، بقول لك صفة الجنسية تأتي دائما مؤنثة حتى لو كان الموصوف مذكر مع التعبير ده كده. علي بيملك لا ناسيوناليتي جنسية، لأن أنا بوصف كلمة جنسية هنا طبعا هختار كلمة ماروكان اللي هي التانية. أليكس اي دوريجين بيكون من اصل، برضو نفس الكلام كلمة اوريجين بتكون مؤنثة، فلذلك هنختار كلمة فرنسيز اللي هي الاولى. ملاحظات بقى هامة، بقول لك كلمة شك بمعنى كل مفرد دائما ويأتي بعدها الاسم بدون اداة، شك متى كل صباح جوفي الي كل انا بذهب الى المدرسة. كلمة تو وتوت بمعنى كل بيأتي بعدها اسم جمع بنوعية بأداة، تو لي جارسون سون بولي كل الأولاد بيكونوا مؤدبين، توت لي في سون سيرييز كل البنات بيكونوا جادات، جمع مؤنثة. كلمات التي تساوي الضمير إل في تصريف الفعل، خد بالك من دي مهمة جدا، الحاجات دي كلها بتساوي تصريف الفعل مع إل، إل نفسها أو إل أو 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 كيب معنى من أو صا أو طول موند بمعنى كل الناس أو تطلع فمي كل العائلة. المثال أون فا أو ستاد بوغ فواغ لو ماتش. صفات كلمة أورانج وكلمة ماغون تستخدم كمذكر مؤنث في الإفراد والجمع. بقول لك يا سيدي كلمة أورانج يعني ما بتتغيرش، يعني زي ما قلت بقول لك مثلا لو في دي زاغ بيغسون أوراق الأشجار بتكون، طبعا هختار كلمة أورانج. حرف الجر، حرف الجر أم بيسبق صفة اللون وتكون دائما مفرد مذكر، لي زاغبغ سون أون فيغ يعني الأشجار بتكون ذات لون أخضر، لازم الأشجار دي جامع ومع ذلك فيغ مذكر لأنها سبقت بالأم. حرف الجر سير يسبق دائما هذه الكلمات، بيجي مع الكلمات طبعا سير بمعنى على أو فوق.
مشهور هو مع كلمة لابيس دي سيكلابل، ممر الدراجات، لو تروتوار اللي هو الرصيف، لو باساج بيتون ممر المشاة، لا بلاس الميدان، لا فوتو بمعنى الصورة، لانفيتاسيون بمعنى الدعوة. لما يبقى عندك عنوان كامل بتحطه قدامه او، زي تامر ابيض او ساكن فين، 45 غي نابليون، 45 شارع نابليون. رقم الدور الساكن بقى الدور الاول الثاني الثالث كده بياخد الاو، كي ابيض او سانكي ميطاج، من اللي ساكن في الدور الخامس. المستقبل القريب طبعا علاماته معروفة، كلمة بغوشان يعني القادم، وكلمة دوما يعني غدا. أولا طبعا بنصرف فعل أليف المضارع كفعل مساعد، وبعدين ده بمعنى سوف طبعا، وبعدين بنصرف بعده نحط بعده المصدر بعد ذلك نضيف مصدر الفعل. يعني واحد مثلا بيقول لك جو في اشتي سي ليفر، أنا سوف، ده فعل أليف متصرف في المضارع، اشتي ده المصدر، مصدر مجموع سيلف، سوف اشتري هذا الكتاب. جو في مي بروميني ا لا مير، دي برضو سوف اتنزه في البحر. تعال نشوف اهم كلمات الاستفهام يا شباب. يقول لك في عندنا حاجه اسمها باغ او باستي بوغ الي او كير، يعني عبر اي مكان بتمر عشان تذهب للقاهره. دي او فيان سامي، من اين ياتي سامي، دايما عاوزك تربط ما بين بار او وفعل بصي، ودو يعني هي دي او يعني وفعل فينيج، او اي لا بوست اين يكون البريد، كونت اي لا فيت متى تكون الحفله، تون ديجز موسي كوا تنكرك ما هو، كومبيان دو كلاس اعطي او لسي كم من الفصول بتملك انت في المدرسه، كومو فاتي او كلوب كيف تذهب الى النادي، بوركوا تي فا الى بيسين لماذا تذهب الى البسين، كيسكو تي في لديمونش ماذا تعمل يوم الاحد، كيفي طومبيغ ماذا يعمل والدك، كي سواني لي مالاد من يعالج المرضى. ده بقى يا باشا كلكم، واللي جاي ده كوم بقى مهم جدا جدا، كل اي كل اللي جاي ده بقى وراه مذكر. ناخد بقى كده عمود عمود كده، يطاج يعني ضيف، جو يعني ذوق، كونتينو يعني قارة، كارتيي حي، إليمو عنصر، دوميسيل المنزل أو السكن، ديجزمو تنكر، طون طقس، أنسكت حشرة، طبعا ناقص حرف في الآخر، ليو مكان، موا شهر، تغافي عمل، متيير حرفة أو مهنة، جوغ يوم، أنيمال حيوان، بي بلد، آج مذكر بمعنى عمر، طبعا خد بالك كلمة بلد حرف الإس فيها كمفرد، وهي لما تتجمع برضه بتبقى فيها الإس، شومان طريق، تم موضوع، سبور رياضة، باتان بمعنى تزحلق أو تزلج. كل ده يا شباب مذكر خد بالك. أما المؤنث بقى، كل سيزون فصل، نطيخ طبيعة، فت حفلة، فيل مدينة، إيغ ساعة، بلاس ميدان، لانج لغة، بروفيسيون مهنة، بيبليوتيك مكتبة، ناسوناليتي جنسية، أدرس عنوان، كومبانيا المفروض طبعا سي أ بمعنى الريف، باسيون هواية، كابيتال عاصمة، بوتيك محل ملابس، أكتيفيتي نشاط، شانسون أغنية، ميزون منزل، كولير لون، مونتاني جبل. ازاي نصرف الفعل في المضارع؟ طبعا نهاية المجموعة اللي معروفة بشيل اغ من الفعل وحط الاي والاي اس واللي انت عارفه ده. نهاية المجموعة التالتة يا سيدي بقولك لو الفعل مع تي او جي
يبقى نختار الفعل اللي في آخر حرف الاسم. لو الفعل اللي هو أو اللي هي أو أي اسم مفرد عموما بنختار الفعل اللي آخره دي أو تي. لو الفعل نو يبقى بنختار الفعل اللي آخره أو إن إس ما عدا نصم نحن نكون. أي حاجة تانية بتاخد الفعل اللي في آخره أو إن إس. لو الفعل عفوا فو يبقى بنختار الفعل اللي آخره إزد بمعنى طبعا متصرف كده فيما عدا فوزت وفوديت وفوفت اللي هو فعل يكون ويقول ويعمل. لو الفعل إل أو إل هم أو هن أو أي اسم جامع يبقى هنختار الفعل اللي آخره إيه إن فيما عدا إلزون إلصون إلفون إلفون. دي بمعنى يملكوا، دي بمعنى يكونوا، وفو بمعنى يذهبوا، وفو بمعنى يعملوا. طيب يا شباب تعالوا نختار الحاجات دي كده مع بعض. تي نقط أبغي طبعا تي أبيت اللي انت بتسكن. إيما إموا نقط فيغ إن فيت إيما وأنا طبعا بنذهب يبقى التانية. لي بيتون نقط أدغوات المشاة طبعا الإجابة هتكون بيتوجهوا ناحية اليمين. اللي بعدها بقول لي مون بيغ نقط لوبيس والدي بالأولى طبعا بياخذ لوبيس. إل نقط شو يبقى إل في شو. مي باغو نقط ديطالي والدي بياتوا من إيطاليا يبقى فين الأولى. تبغي فيغ نقط لوتغان ولوبيس فضل تاخد القطار ولا لوتوبيس يبقى المصدر التانية. تيفا أستاد بوغ نواط أو فوتبول أنت بتذهب إلى الأستاد لكي تلعب كرة قدم يبقى جوي. بقول لك ما تنساش يأتي الفعل في المصدر في حالتين يا إما بعد حرف جر يا إما بعد فعل إيه مصرف. وبكده يا شباب بعد الحمد لله انتهينا المراجعة بتاعتنا 11 ورقة إن شاء الله بنزلهم لك PDF تحت الفيديو. جدعا حاول تحل الامتحان لوحدك وتشوف افكارك وتظبط امورك واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا يا رب ويبارك في شبابنا وبناتنا ويهديهم ويجعلهم طبعا كده ان شاء الله ذخر لبلدنا والى اهاليهم وطبعا ينفعنا بسم قبل كل ده. اشكركم والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرجو اذا